يعتبر جبل موسى ذا أهمية كبيرة في الديانات الرئيسية الإسلام والمسيحية واليهودية، ولكن بعض العلماء ادعوا أنهم قاموا باكتشافات مذهلة حول هذا الجبل. في هذا الفيديو سنقدم لكم الاكتشافات الصادمة التي توصل إليها العلماء عن جبل موسى. جبل موسى أو طور سيناء هو جبل ذو أهمية كبيرة ومقدسة في قصة بني إسرائيل وفرعون مصر، لكن الموقع الدقيق لجبل موسى اليوم لا يزال محل نقاش ساخن بين العلماء. الموقع الأكثر شعبية لجبل موسى اليوم هو في المنطقة الجنوبية الوسطى من شبه جزيرة سيناء، وهذا الموقع معترف به من قبل رجال الدين الإسلامي والمسيحي واليهودي، وقد تم زيارة المنطقة باستمرار من قبل المتدينين والحجاج المسيحيين واليهود عبر مر العصور. الموقع الفعلي لجبل سيناء لا يحتل مكانة بارزة في التقاليد اليهودية، لأن الجبل نفسه لم يكن مهماً بطبيعته أو مقدساً. بمعنى آخر، وفقاً للعقيدة اليهودية، جبل سيناء كان مهماً في الوقت الذي كلم الله فيه موسى فقط، وبعد أن تلقى الوصايا العشر أصبح مرة أخرى مجرد جبل. لكن هذا لم يمنع الباحثين من البحث عن موقع آخر محتمل للجبل، ووفقاً لهم هذا الموقع هو في المملكة العربية السعودية. اقترح الباحث البارز تشارلز بيك أن الجبل إلى الشمال الشرقي من خليج العقبة، لكن ألويس موسل وإتش فيليبي يشيران إلى جبل المنيفة بالقرب من وادي هروب، بينما تقترح الباحثة الفرنسية جان كونيك أنه جبل حلل البدر البركاني. ومع ذلك هناك نظرية أكثر إثارة للجدل من قبل الراحل رون وايت أن جبل طور سيناء موجود في مكان يسمى جبال اللوز. من المثير للاهتمام أن هذا الباحث الأمريكي ادعى أنه عثر على مواقع وآثار دينية مهمة أخرى مثل سفينة نوح وسدوم وعمورة ومكان العبور في البحر الأحمر وتابوت العهد. استند الباحث في نظريته حول جبل سيناء أنه أرض مدين القديمة إلى تفسيره لسفر الخروج إصحاح من 1 إلى 3 الذي يقول: إن موسى اعتنى بقطعان الكاهن يثرن أو المعروف لدينا نحن المسلمون بالنبي شعيب. وبالتالي وفقا للباحث يجب أن يكون الجبل الذي كلم الله عليه موسى موجود أيضا في مدين. الباحث في مجال الآثار سرحان سبيح البلوي يرى أن تسلسل قصة سيدنا موسى عليه السلام يجعل من فرضية اختياره لمدين ملجأ لبني إسرائيل فرضية منطقية، كونه يعرف هذه المنطقة وعاش فيها من قبل أثناء خروجه الأول من مصر. كما أن أحداث قصة سيدنا موسى تؤكد أن موقع جبل الطور يقع بالقرب من منطقة التيه، وهي ذاتها المنطقة التي مات فيها موسى عليه السلام. ويؤكد ذلك ما جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لما أسري بي مررت بموسى وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر. في عام 1978 ادعى وايت اكتشافه منطقة عبور اليهود في نويبع في خليج العقبة. في عام 1984 دخل وايت بشكل غير قانوني داخل أراضي المملكة لاستكشاف منطقة جبال اللوز وتصويرها، ولكن تم القبض عليه ومصادرة أفلامه وسجنه لمدة 78 يوما كجاسوس إسرائيلي من قبل السعوديين. عاد وايت لاحقا إلى المملكة العربية السعودية بشكل قانوني بحثا عن جبل طور سيناء وبقايا جيش فرعون الضخم الذي يعتقد أنه يمكن العثور عليه في قاع البحر الأحمر. يقول وايت إنه يعتقد بأن جبل أبو العجل بوادي اللوز هو جبل الطور، معتمدا في نظريته على نصوص وردت في العهد القديم والجديد، وكذلك الأبحاث التي قام بها في منطقة نويبع على خليج العقبة، وكذلك الآثار والنقوش التي وجدها بالقرب من جبل اللوز عليها آثار رسوم لأبقار وثيران. وادعى وايت أن هذا كان المذبح المذكور في قصة العجل الذهبي، وهذه الرسوم والحيوانات غير موجودة في السعودية وربما كانت مصرية، إضافة إلى ما اكتشفه سابقا في منطقة نويبع على خليج العقبة في مصر من عجلات تعود للفراعنة الذين غرقوا أثناء مطاردة موسى وبني إسرائيل، والصخرة الموجودة أعلى الجبل المقسومة في المنتصف التي ربما تكون الصخرة التي ضربها موسى بعصاه ليخرج بها الماء لبني إسرائيل. من جهته يقول أستاذ علم اللغة بجامعة النجاح الوطنية بنابلس في فلسطين الدكتور يحيى جبر: الطور في اللغة السامية تعني الجبل، وقد تخص بالجبل الضخم الذي يكون فيه شجر، وطور نابلس مثال على ذلك،
إذ تسكنه الطائفة السامرية إلى اليوم وتقدسه، ولهم فيها معابد ومواسم يمارسون فيها طقوساً خاصة، وهم يعتبرون أنفسهم أنهم هم اليهود حقاً وليس اليهود الذين يحتلون فلسطين، ويرجح أن جبل الطور في فلسطين، والأرجح أنه جبل جرزيم الذي يقع إلى الجنوب من نابلس، يشهد بذلك ارتباط الطائفة السامرية به وتقديسه إلى اليوم. كما أن طور نابلس وطور القدس طور سنين يكثر فيهما الشجر قياساً بطور سيناء وطور مدين استناداً إلى الموقع الجغرافي. أما رئيس النادي الأدبي بتابوك الدكتور مسعد العطوي فيجد روح المؤامرة اليهودية حاضرة بقوة في بعض آراء المستشرقين والباحثين الذين زاروا المنطقة، وهذا ما جعلهم يحاولون إيجاد أي دلائل تشير إلى يهودية المنطقة. من جهته ذكر أستاذ آثار الجزيرة العربية وتاريخها الدكتور عبد الرحمن الطيب الأنصاري أن وكالة الآثار التي كانت تتبع وزارة التربية والتعليم أصدرت كتاباً بعنوان البدع تاريخها وآثارها، حمل نتائج العديد من أعمال التنقيب والدراسة التي شملت منطقة مدين ومنطقة جبل اللوز وما حوله وحفرية موقع أبي العجل في جبل اللوز. أثبتت كافة الدراسات الأثرية أن منطقة البدع كانت مأهولة سكنياً منذ العصر الحجر القديم وحتى اليوم، ولم تؤيد النتائج والأدلة العلمية والأثرية من خلال هذا البحث العلمي ما يقال بأنها المنطقة التي خرج إليها سيدنا موسى عليه السلام وبنو إسرائيل. وأنتم ماذا تعتقدون؟ هل جبل موسى في مصر أم في السعودية أم في فلسطين؟ أخبرونا عن آرائكم في التعليقات، ولا تنسوا مشاركة الحلقة والإعجاب تقديراً لمجهودنا، وإن أعجبتكم القناة فاضغطوا على أيقونة الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم إشعار بالفيديو الجديد. إلى اللقاء.